ضجت منصات التواصل وتويتر بخبر فقدان الطفلة الأسترالية كليو البالغة من العمر 4 سنوات فقط، والتي اختفت عن الأنظار في مخيم النائن منذ أكثر من أسبوعين وبعد البحث والتحري من قبل الشرطة. أخيراً أعلنت السلطات الأسترالية العثور عليها على قيد الحياة وبصحة جيدة في منزل مغلق، واقتحمت الشرطة ذلك المنزل ببلدة كارنارفون ليجدوا الطفلة كليو سميث قابعة في إحدى الغرف، ثم حملها أحد الضباط بين ذراعيه قبل أن يسألها ما اسمك، لترد عليه اسمي كليو، فتأكدوا أنها الطفلة المفقودة منذ أسبوعين. Piece of information that led you to that house? Well, look, we believe look, we're still questioning a fellow much more, but there was some information which we followed up on. We have been following a lot of the forensic leads, and it led us to a particular house. I've seen the vision. I can't release it yet. Of the police going into the house. I will confirm she was found in the house. The house was locked. We had to break down the door to get in. But we've taken a man into custody. And I'll simply confirm there's a third will. How is Cleo doing? Look, I saw the vision. Cleo is a beautiful little four-year-old. Obviously, there is a man in custody this morning, a man from Carnarvon, we read. إذن السلطات احتجزت شخصا له علاقة باختفاء الطفلة كليو. طبعا كانت آخر مرة شهدت فيها كليو في خيمة أسرتها حوالي الساعة 1:30 صباحا، وعندما استيقظ والداها في اليوم التالي لم يجدا طفلتهما ولم يجد لها أي أثر، وكانت الشرطة تخشى أن تكون قد وقعت ضحية جريمة اختطاف. وأيضا عرضت $1,000,000 استرالي مكافأة لمن يقدم أي معلومات عن الطفلة المفقودة، حتى علق رئيس الوزراء الاسترالي بنفسه عبر تغريدة له على حسابه في تويتر قائلا: يا له من نبأ رائع يثلج الصدر. عثر على كليو سميث وعادت لمنزلها سالمة غانمة. طبعا كانت هناك ردود أفعال حول هذه القصة التي أشغلت الرأي العام في استراليا وأيضا محطات الإعلام الدولية العالمية. وهنا بعض التعليقات، ونبدأ التعليق الأول مع كامل زاهي. يقول كامل في تعليقه: يعني طفلة اختفت ورئيس الوزراء والكل دخل انذار ورصدوا مكافأة $1,000,000 استرالي حتى مجرد بس يلقوها للطفلة. يا سلام على أهمية الإنسان، يا سلام لأهمية الإنسان، ويا خيبتنا على رخص الإنسان والتعامل معه بقسوة في مجتمعاتنا. أيضا هناك تعليق من سيروان عامر: الطفل أكيد مختفت من كيفها، لازم أكو أيادي خفية وراء اختفائها واحتمال مختطفة. الأهم أنه الحمد لله لقوها حبيبتي تخبل وتنحب، بس أني حاير شلون بقت أسبوع بدون أكل وشرب، وشلون قدرت تنام وحدها بالظلمة. تعليق آخر من ماجد منتصر: الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء والحافظ والأرحم بعباده من الأم على ولدها، وهو اللي حماها طيلة الأسبوع، والحمد لله على سلامتها وعودتها لأحضان أمها وأبوها. تعليق من شاهان كيمو: يعني الأم والأب هسه رايحين المخيم بمكان نائي، رايحين جولة ومحد بي، وماخذين طفلة عمرها 4 سنوات، إيش عدكم من الراحة لعدكم؟ ما تعرفون شو تسوون، وتالي راحت الطفلة أسبوع وضاعت خطية. أتذكر لما كنت صغير ولقوني ورا ساعة، هاي الساعة أصعب ما مريت بي بحياتي.